مرحبا، معكم أحمد مرة جديدة من الشبكة السورية، واليوم درسنا قواعد الطرق، قواعد الطريق. راح يكون وسط، ما حيكون كتير طويل، فاصبروا علي. هلأ هي الإشارة لما نشوف نحن خط أسود على خلفية بيضاء أو على دائرة بيضاء، هذا معناته أن كل شيء كان قوانين قبل انتهت أو منعت أو خلص. هلأ أنت صار تمشي على الناشونال سبيد ليميت أو السرعة النظامية المعترف بها عادة، فهي ناشونال سبيد ليميت ابلايز، يعني تطبق السرعة اللي هي الناشونال سبيد ليميت، الحدود السرعة المطلوبة عادة. هلا وات از ذا ناشونال سبيد ليميت؟ شو هي السرعة المعروفة أو المطلوبة فور كارز أند موتور سايكل، للسيارات والميتورات اون دول كارج واي؟ دول كارج واي يعني هو طريق رايح جاي، طريق رايح جاي. فالسرعة القصوى اللي مسمح لك إنك أنت توصل لها هي 70 على الدول كارج واي. طبعا اذا انت كنت بسنجل كمان بيختلف السرعه، واذا يعني سنجل يعني طريق واحد رايح باتجاه واحد تختلف السرعه، وكمان اذا انت كنت حامل قاطره ومقطوره تختلف السرعه. هنوصل لهي الاسئله. There are no speed limit signs. ما في اشارات لحدود السرعه on the road على الطريق. How is a 30 miles per hour limit indicated؟ كيف تعرف انه الحدود هي 30 miles بالساعه؟ باي ستريت لايتنج، لما انت بتكون ماشي بالطريق، ولنفترض انه طريق سكني وفي عندك ابنيه على اليمين واليسار، بس الطريق عريض شوي. لما بيكون طريق عريض شوي بحطوا له اضويه بالنص مشان يبين اثناء الليل وانت عم تسوق. لما بيكون في اضويه بالطريق انت لحالك لازم تعرف انه هذا الطريق غالبا 30 مايلز بير اور، ما لازم تتجاوز هي الحدود تبع هي السرعه. ليش؟ طبعا بيضووا مشان انت تنتبه اذا كان في ناس عم تقطع او في ناس عم تمرق بالطريق بدك تنتبه لها. Where you see street lights but no speed limit signs, the limit is usually نفس السؤال. لما بتشوف street lights أضوية الشارع but no speed limit signs، بس ما في إشارة، ما محطوطة الإشارة تبع السرعة، فأنت لازم محلك تعرف إنه هي لما شفنا الأضوية بالشارع 30 miles per hour، 30 ميل بالساعة. هي الإشارة طبعا نحن الدائرة الزرقاء معناتها حدود السرعة الدنيا، طبعا لما بيكون عليها خط أحمر معناتها انتهت حدود السرعة الدنيا، ف end of minimum speed، نهاية حدود السرعة الدنيا، يعني صار فيك تنزل اقل من 30 بهذا الطريق. There is a tractor ahead of you، في تراكتور قدامك. You wish to overtake، بدك تاخذ تتجاوزه انت، but you are not sure، بس مالك متاكد، لايك كلمه not جايه بالكابيتال لتر بالكبير الحروف الكبيره. مالك متاكد، طالما انت مالك متاكد ما بتتجاوز لحتى تتاكد. Not overtake، ما لازم تاخذ تتجاوز. If you are in doubt، doubt هي الكلمه يعني انت في شك، اذا انت شاكك ما تتجاوز. Which three of the following، اي ثلاثه من هذول الشغلات are most likely to take an unusual course at a roundabout. غالبية احتمال كبير take an unusual course انه تمشي بمسار غير طبيعي او غير اعتيادي at roundabouts عند الدوارات. اي واحد، اول شيء الهورس رايدرز اللي هو عم راكب على الخيل، تمام؟ طبعا اكيد انت راكب خيل وفايت على الدوار ما راح يمشي مثل ما تمشي السياره. ثاني شغله اللونج فيكلز، الشاحنات الطويله، لانه الشاحنه الطويله كمان لها حسابات غير الحسابات العاديه. واخر شيء السايكلست اللي هن اللي بيسوقوا الدراجات او سائقي الدراجات، لانه على البسكليت ما بتعرف انت شو راح يعمل، ما راح يمشي مثل السياره، بجوز يمشي يمين بجوز يمشي يسار، وما عنده غمازات لتعرف. On a clear way، بطريق فاضي قدامك، you must not stop، ما لازم توقف. At any time، ما لازم توقف على الاطلاق، طبعا clear way انا بظن انه هن قصدهم بالهاي واي، at any time، ما لازم توقف على الاطلاق على الهاي واي. هلا هي شو معناتها؟ ممنوع الوقوف دون التوقف، يعني الانتظار غير مسموح، او يعني waiting restrictions، يعني انه حصرا للانتظار، او في حدود restrictions مثل المنع للانتظار، تمام؟ انه لا توقفهم بعد اذنك. الاشاره الضربين هي ممنوع الوقوف والتوقف، خلص ما فيك لا توقف ولا تهدي على الاطلاق، تمام؟ هي معناتها waiting restrictions، في حدود على الانتظار، تمام؟ في قيود على الانتظار. You can park on the right hand side، فيك تصف على الطرف اليميني من طريق at night بالليل. ايمات طبعا تذكروا انتوا في احيانا مثل مناطق سكنيه بيكون الطريق كتير ضيق، فبتلاقوا السيارات صف على اليمين وصف على اليسار. ليش؟ لانه انت بتتحرك باتجاه واحد، السيارات بتتحرك باتجاه واحد، فحصرا on a one way street لما بيكون الطريق اتجاه واحد السيارات فيها تصف على اليمين واحيانا فيها تصف على اليسار، تمام؟ اذا الطريق باتجاه واحد. هلا هذا الطريق اللي على اليمين لشو بنستخدمه؟ للاوفرتيك، للتجاوز طبعا، للتجاوز وبنرد بنرجع للنص. فأون ثري لين دول كارجوي، دول كارجوي يعني طريق رايح راجع، طبعا هدول الثلاثة هن رايحين وبجوز وعلى اليمين في ثلاثة تانيات راجعين. هلا أون ثري لين دول كارجوي، ذا رايت هاند لين كان بي يوزد، هذا اللي على اليمين لشو ممكن نستخدمه نحن؟ هذا طبعا إما إنك أنت تتجاوز أو إنك أنت شو
تلفوا على اليمين وترجع. فهون overtaking or turning right، يعني إذا بدك تلف على اليمين تستخدم هذا الطريق. ليش؟ لأنه دول كارجوي، أما الهاي واي ما في هيك شغلة، ما فيك إنك تستخدم اللي على اليمين لتلف. You are approaching a busy junction. أنت junction، أنت عم تقرب على منطقة تقاطع معجوقة. There are several lanes with road markings، يعني في كذا خط وعليهم علامات طرقية، road markings علامات طرقية. At the last moment، آخر لحظة، you realize that you are in the wrong lane. أنت بتلاحظ إنك أنت بالصف الغلط، يعني وصلت أنت على التقاطع واكتشفت إنه أنت بدل ما تكون جاي على الطريق أنت بدك تكمل لقدام، فلازم تكون على اليسار. الصف اللي أنت فيه بده يلف على اليمين حصراً، فشو بدك تعمل؟ continue in that lane، بتكمل مثل ما عم يأشر لك الصف. تمام، خلص ما عاد صفة في مجال ترد تكسر وترد تفوت وتنزل على الطريق، لا بتكمل أنت وبعدين بتغير جهتك بالطريق الصح. Where may you overtake on a one-way street؟ يعني بطريق باتجاه واحد، وين فيك تتجاوز أنت؟ Where may you، وين فيك تتجاوز؟ طبعا فيك تتجاوز، نحن حكينا هذا السؤال سابقا، يا على اليمين يا على اليسار، لنفترض أنه هو ثلاث صفوف. طبعا عادة تجاوز من على اليمين، بس إذا كان اللي بالنص ماشي بنفس السرعة أو اللي على اليمين بده يلف على اليمين، فممكن أنت تتجاوزه محل ما أنت، فممكن تتجاوز من على اليمين وممكن تتجاوز من على اليسار. When you're going straight ahead at a roundabout you should، لنفترض أنت مقرب من دوار والدوار عنده مخرج على اليسار ومخرج قدام ومخرج مستقيم للأمام ومخرج على اليمين ومخرج هيك جاي على الرجعة، ف ايمت بتأشر؟ بتفوت على الدوار بدون ما تأشر، قبل ما تطلع عند الخط المستقيم اللي قدامك بتأشر على اليسار اني انا طالع. فانديكيت ليفت، يعني غمز انك طالع على اليسار before leaving the roundabout، قبل ما تطلع من الدوار. Which vehicle might have to use a different course at to normal at roundabouts؟ نفس السؤال اللي سألوه، اي مركبة قد have to use، تضطر انه تستخدم different course، مسار مختلف to normal at roundabouts، من الطبيعي عند الدوارات. طبعا اللونج فيكلز، السيارات الطويلة، الفان اذا مالها طويلة ما بتضطر. هلا انتوا اجيتوا بهي المنطقة، هاي المنطقة ممنوع الواحد يوقف فيها الا اذا كان الطريق قدامه مفتوح على اليمين يعني وبده يطلع منه. تمام، ممنوع توقف. You may only enter a box junction، حصرا بتفوت لجواته ايمت؟ لما الطريق قدامك بيكون مفتوح. Your exit road is clear، يعني انك شايف انه انت فيك تطلع منه مباشرة. Your exit road is clear، يعني مخرجك، المخرج تبع الطريق واضح. كمان نفس السؤال، You may wait in yellow box، ايه ما تحصرا بتوقف؟ لنفترض انت جاي وبدك تمشي على اليمين، جاي من هون بدك تمشي على اليمين وفي سيارات جاية من قدامك، فانت حصرا اذا اليمين مفتوح او انه شايفه واضح تمشي وبتوقف بس لتستنى تتأكد انه الطريق فاضي وتكمل. ماشي، oncoming traffic is preventing you from turning light. ايه تمام، oncoming traffic، يعني لنفترض انت فتت بدك تلف على اليمين، ماشي، بس انت مغمز على اليمين وفي سيارات عم تجي، فبتستنى انت بتوقف بتفوت على اليمين بتقرب للنص عشان تفرجيهم انه انت بدك تلف على اليمين، وهن لما بيفضوا او لما بيمرقوا كلياتهم بتكمل طريقك. هي المرة الوحيدة اللي مسمح لك انك تفوت فيها على الجنكشن، انت طالع على اليمين، طالع على اليمين. عدا عن ذلك اذا مكمل لقدام ما بتفوت بالبوكس الا اذا قدام مسمح لك المجال انك تكمل. You must stop، حصرا لازم توقف. ايمت؟ ثلاث شغلات. اول شغله اذا البوليس اوفيسر، when you're signaled، يعني حدا بيأشر لك، اول شيء بوليس اوفيسر اللي هو الشرطي لازم يأشر لك لحتى توقف. A school crossing patrol، طبعا هدول بيلبسوا جواكيت صفر وبيحطوا اشاره ستوب بايدهم وهن بيكونوا بيقطعوا الاولاد عند طريق المدارس، متى ما حطوا لك الاشاره اجباري بدك توقف. وريد ترافيك لايت اللي هي اشاره المرور الحمراء بتوقف عندهم. Someone is waiting to cross a zebra crossing. At a zebra crossing، يعني زلمة بده يقطع. نحن الزيبرا كروسينج حكينا شو هو، اللي هو ممر المشاة اللي بيكون خطوط بيضاء. طبعا هذا الشخص لما بده يمشي، انت شايف حدا بده يمشي، بدك توقف له اجباري. You are standing on the pavement، وانت واقف على الرصيف. You should normally، عادة شو بتعمل؟ Stop, let them cross, wait patiently. عادة بتوقف لو انت عادة جاي عند هذا الكروسينج او عند هذا ممر المشاة، بتوقف تخليهم يمرقوا، ما في داعي تأشر لهم بايديك وما في داعي تستعجل وما في داعي تزمر لهم. wait patiently، تصبر لحتى يكملوا المرور. at toucan crossing، الا toucan crossing، toucan يعني اثنين بيقدروا، يلي هن cyclists سائقي الدراجات والpedestrians يلي هن المرور. تمام، apart from pedestrians، يعني apart from pedestrians، apart يعني عدا عن المشاة، you should be aware of، لازم تنتبه انه ممكن يكون في مين cyclist يلي هنن
الدراجين، فممكن يكونوا طبعا انتم بتشوفوه هذا التوكان بيكون عليه رصيف احمر بالنزله ورصيف احمر هون، فالمشاة بيقدروا يمشوا، والرصيف الاحمر مشان البسكليتات كمان، وفي عليه اشاره للبسكليتات. وين كان يوز هو كان يوز توكان كروسنج، قلنا توكان اثنين بيستطيعوا، فهن السايكلست يلي هن تبعات البسكليت، والبيدستريانز يلي هن المشاة العاديين. اتا بيليكان كروسنج، ان البيليكان كروسنج اللي هو ممر المشاة وبيجي على الطرفين، بيجي هدول الاشارتين المرور. وات داز ا فلاشين امبر لايت مين؟ فلاشين امبر يعني اصفر عم يضوي. هلا حكينا انه الاصفر بضوي معناته انت بدك تنتبه، اذا في ناس عم تعبر بتخليهم يكملوا عبورهم، اما اذا ما في ناس عم تعبر بتكمل مشيك بشكل طبيعي. تمام. You must give way، يجب عليك أن تفسح المجال، تفسح المجال to pedestrians، للمشاة still on the crossing، يعني لساتهم عم يمشوا. خيارات الثانية إنه ما لازم تمشي لحتى يوقف الضوء، لا بجوز ضلوا هيك الضوء ساعتين، يعني هو الضوء عم ينبهك إنه هاي الفترة ممكن أشخاص يكونوا عم يعبروا الطريق، فأنت بدك تكون منتبه إنه قال you can move off، إنه فيك تسوق حتى لو كانوا المشاة عم يعبروا. أكيد غلط. You must stop، يجب أن تتوقف، because the lights are about to change to red، لأنه الأضواء حيقلبوا حمر. لا هن على فكرة بس ضوين صفر، بس ضوين صفر على البليكان كروسينج. You are waiting at a pelican crossing، أنت ناطر سلفا، ناطر على هذا الممر المشاة اللي عليه طرفين وضوين صفر. The red light changes to flashing amber، وكان في آسف أنا قلت أنه بس في إشارة صفراء، لا تعرف في إشارة حمراء. Red light، كان في إشارة حمراء وبلشت تعطي شو إشارة صفراء تشعل وتطفي. شو معناتها؟ فيك تمشي إذا ما في حدا، هذا معناته فيك تمشي إذا ما في حدا، إذا في حدا بدك تنتظر. فليكو الخيار wait for pedestrians، انتظر للمشاة on the crossing to clear، على على الممر لحتى يمشوا ويعبروا. هلأ شوفوا هذا الخط، when can you park on the left، ايمت فيك تصف على اليسار opposite these road markings، يعني مقابل هدول هدول الخطوط. شوفوا طبعا لما بيكون في خطين مقطعين شو معناتها، الخطين واحد بيناتهم مقطع واحد مستقيم، معناتها فيك توقف حصرا لتركب حدا. تمام. to pick or sit down passengers، يعني مقطع مشان انك انت فيك توقف وتمشي، بس ما فيك توقف باي خيار ثاني الا بس لحتى تطالع حدا معك. You are intending to turn right at a crossroads، يعني انت ماشي وفي عندك طريق تقاطع، طريق انت اللي ماشي فيه هذا الماشي وبعدين تقاطع فيه، وبدك تلف على اليمين، يعني جاي انت من تحت مثلا لنفترض بدك تلف على اليمين، بعدين an oncoming driver، واحد جاي من قدام is also turning right، هو كمان بده يلف على اليمين، طبعا يمينك مو يمينه له هو يساره، فانت جاي من هذا الطريق بدك تلف على اليمين وهو جاي من هذا الطريق بده يلف على اليمين. لاحظوا انت ابعد لانه انت الطريق بدك تقطع هيك لقدام، بينما هو مباشرة عنده اليسار تبعه مفتوح. It will normally be safer، شو هي قاعدة الشكل الطبيعي بيكون أمن؟ شو هي القاعدة؟ القاعدة للأقرب، هو أقرب، هو بتستنى ليعبر بعدين أنت بتعبر. تمام. Keep the other vehicle to your right and turn behind it offside to offside. تمام. يعني خلي السيارة اللي جاية من مقابلك to your right، خليها تروح على اليمين and turn behind it، يعني بعد ما هي تلف على اليمين انت لف وراها offside to offside، يعني خليها تمرق جنب بجنب. تمام. You are on a road that has no traffic signs، انت بطريق وما في اشارات مرورية. تمام. There are street lights، وشايف انت انه في اضوية بالطريق، الطريق مضوى، شو معناته السرعة 30. You're going along a street with parked vehicles، انت ماشي بالطريق يلي فيه parked vehicles، معناتها مركبات مصفوفة. On the left hand side، على اليسار. For which three reasons، لأي ثلاث أسباب، should you keep your speed down، شايف انت فايت بطريق وسيارات صفين على يسارك، في ثلاث أسباب بتخليك تبطئ سرعتك. أول سبب، الأولاد ممكن أنهم يمرقوا، children may run from between the vehicles، between السيارات، بين السيارات ما بتقدر أنك تشوفهم، بدك لازم تنتبه. و vehicles may be pulling out، يعني السيارات أو المركبات ممكن pulling out، أن تبلش المسير وتطلع على الطريق العام أو على الطريق اللي انت ماشي فيه. و driver's doors may open، يعني أنه السيارات ممكن تفتح أبوابها، فبدك تنتبه لهي ثلاث شغلات. You meet an obstruction on your side of the road، لنفترض انت ماشي بطريق رايح جاي وبطرفك الرايح لقيت انه عم يعملوا حفريات او مضيقين الطريق، او لنفترض
في شغله مسد الطريق. يو شود، شو لازم تعمل؟ انت بطرفك بتوقف تستنى اللي مقابلك ليمرق وبعدين تمشي. give way to oncoming traffic، يعني افسح المجال ل oncoming traffic للسير القادم او السيارات القادمه. you are on a two lane dual carriageway. dual carriageway قلنا الدول carriageway اللي هو الطريق الرايح جاي، طريق رايح جاي مثل اي الطرقات العاديه. two lane يعني الطريق الرايح تبعك في صفين. for which two of the following، من اي شغلتين من الشغلات التاليه would you use the right hand lane، بدك تستخدم اليمين. طبعا انت على الدول كارجواي اللي هو رايح جاي تستخدم الطرف اللي على اليمين، الصف اللي على اليمين، ليش؟ لتتجاوز ولا تلف على اليمين. turning right overtaking slower traffic، يعني تتجاوز السيارات الابطا و turning right لف على اليمين. who has priority at an unmarked crossroads، crossroads تقاطع طرق unmarked ما لهم حاطين اشارات او ما لهم حاطين علامات على الطريق. who has priority، مين عنده الاولويه؟ اذا مثل الحجي انت عندك الاولويه، اذا مو مثل الحجي وبدك تلتزم بقانون هي البلد no one has priority، ما حدا عنده اولويه. لا تقول انا ماشي اساسي وكذا، خلص الطريق ما له معلم، معناتها ما في اولويه. what is the nearest you may park to a junction، لنفترض انت عندك قدامك بالطريق في تقاطع، قديش مسمح لك تكون قريب من هذا التقاطع وقدك تصف؟ مو أقل من 10 متر، أقل من 10 متر من تقاطع ما فيك تصف، تمام؟ In which three places، بأي ثلاثة من هدول الأماكن must you not park، يجب عليك ألا تصف سيارتك أو تركن سيارتك أو أي شيء. Near the brow of a hill، حكينا هالمرة الماضية إنه عند بداية طلعة أو عند بداية تلة ما لازم تصف سيارتك حد بداية تلة، تمام ماشي. ونير at or near a bus stop، يعني في موقف باصات ما لازم توقف سيارتك هنيك. ومثل ما حكينا بالسؤال اللي قبل منه، ضمن 10 أمتار، within ضمن 10 أمتار to a junction من تقاطع، تمام. you're waiting at a level crossing، انت ناطر وين؟ عند level crossing ردينا حكيناها اللي هي مكان التقاء سكة القطار مع السيارات العادية. level crossing a train has passed، وفي اشارات عندك طبعا اشارات الحمر اللي هن عباره عن ثلاث اضويه بهذا الشكل مثل شكل 7 و a train has passed but the lights keep flashing، كمان في عندك ضوء عم يضوي. train has passed مرق القطار وانت ناطر عم تستنى انه يمرق، مرق القطار بس لسه الضوء عم بيضوي، شو معناتها؟ معناتها لسه في قطار ثاني ولازم تعمل carry on waiting، لازم تستكمل انتظارك. at a crossroads يعني في تقاطع طرق، which are no signs or road markings، حكينا ما في اشارات ولا في علامة على الطريق من تحت. two vehicles approach، مركبتين اجوا. هلا لما تشوفوا انتو no signs and no road markings يعني ما في اشارات وما اي شيء، هو عم يسألوكم على الاولوية، مين اللي عنده الاولوية؟ neither of the vehicles، ولا واحدة من المركبتين عندها اولوية، خلص ما حدا عنده اولوية اذا ما في اشارة وما في علامة. هلا شوفوا هون الاشاره هي الزرقاء اللي جواتها خط احمر، هي ممنوع الوقوف دون التوقف او waiting restrictions، حطوا لك zone ends انتهت، يعني كان قبل منا ممنوع انك انت توقف وتنتظر، هلا صار مسموح، تمام. معناتها end انتهت of traffic calming zone، لا ثانيه شوي، no waiting zone ends، ايه no waiting zone يعني ممنوع الانتظار، هنا انتهت المنطقه هي، انتهت no waiting ممنوع الانتظار، zone ends المنطقة تبع ممنوع الانتظار انتهت. you're entering an area of roadworks، انت عم تدخل لمنطقة roadworks فيها أعمال طرقية. there is a temporary speed limit displayed، حاطين لك إشارة مؤقتة temporary speed limit، حدود سرعة مؤقتة، وحاطين لك ياها سواء كانت ضوئية أو كانت صفراء وضمن الإشارة تبع الحدود تبع السرعة. يوشود يجب عليك شو تعمل؟ not exceed the speed limit، لا تتجاوز حدود السرعة. شوفوا الخيارات الثانية، تتجاهل أكيد غلط، وبي تسمع، صحيح لازم تسمع بس at night except at night، تسمع إلا عدا بالليل، لا تسمع طول الوقت. كمان هون نفس الشيء عم يقولوا لك إنه بتسمع الحدود أثناء ساعة العجقة، لا خلص طالما في road works وحطين لك هاي الإشارة تبع speed limit not exceed the speed limit، ما بتتجاوز حدود السرعة. in which two places، بأي مكانين should you not park، ما لازم تصف. أول وحدة at a bus stop، محل الباص stop، وثاني وحدة
near a school entrance، محل مدخل مدرسة، مدخل المدرسة مكتوب عليه school entrance keep clear، يعني مدخل مدرسة خليه بدون سيارات. You are traveling on a well-lit road، يعني طريق مضاء بشكل جيد، أنت تسير في طريق مضاء بشكل جيد. At night، في الليل، in a built-up area، يعني بمنطقة سكنية فيها بنايات. By using dipped headlights، يعني عم تستخدم الأضوية التحتانية مو الأضوية العالية. You will be able to، طبعا هون شو بتكون قدران؟ be easily seen by others. ليش؟ لأنه شوف لإلكم، عم يقول لك الطريق well lit road، يعني الطريق مضاء بشكل جيد، ما بيعود بدك أنت تضطر تشغل الأضوية تبعك، بس عم يقول لك by using dipped headlights، لما بتشغل الأضوية التحتانية شو بيسمح لك هذا الشيء؟ بيسمح لك be easily seen by others، إنه الأشخاص التانيين يشوفوك بسهولة. تمام، صحيح الطريق مضاء، بس اذا انت شغلت اضويه سيارتك كون كتر خيرها خليتهم يشوفوك. دول كاريج واي، كمان طريق رايح جاي، الدول كاريج واي، يور تيرنينج رايت، بدك تلف على اليمين اونتو هاز ا فيري نارو سنترال ريزرفيشن. لاحظوا طريق رايح جاي، بس يور تيرنينج رايت اونتو، انت بدك لقدام تلف على اليمين، هاز ا فيري نارو سنترال ريزرفيشن، يعني شكله هذا الدول كاريج واي في الطريق الرايح وفي الطريق الجاي، بس المنطقة اللي بالنص لما بدك تلف على اليمين كتير ضيقة، فشو بتعمل؟ What should you do؟ طالما هي كتير ضيقة ما لازم توقف فيها إلا إذا كان الطريق قدامك واضح. ليش؟ لأنه إذا وقفت فيها بتوقف المسير وراك، تمام؟ فأنت بتهدي بتهدي بتهدي، ما بتفوت فيها إلا لتكون أنت عرفان إنه بدك تطلع منها. Wait until the road is clear in both directions، لازم تنتظر لحتى الطريق يكون فاضي رايح جاي بتقدر تلف. What's the national speed limit؟ السرعة. On a single carriageway road، single carriageway، single carriageway، الدول carriageway قلنا الرايح جاي، بس single يلي هو حصرا لحاله، أنا بظن هون 60 بتكون، قلنا الدول carriageway، الدول carriageway رايح وجاي بيكون 70، السنجل لحاله بيكون 60، single لحاله وباله، تمام؟ سنجل. اتذكروا الدول كاريج واي يعني دول رايح وجاي، رايح وجاي حدود 70، اما انت كاريج واي بس ما له دول، بس حصرا طريق رايح او طريق جاي السرعه 60. You park at night on a road with a 40 miles per hour speed limit، هذا حكيناه بالفيديوهات السابقه. قلنا في عنا طرقات ممكن تكون اسرع، السرعه فيها اكثر من 30، لما بيكون السرعه اكثر من 30 وبدك تصف على هذا الطريق شو بتعمل؟ بتشغل الباركينج لايتس، بتشغل اضوية الصف تبعك، ليش؟ عشان العالم المسرعة تنتبه لك من بعيد، تمام؟ قالوا لك يو شود بارك وذ باركينج لايتس اون، لازم تصف لما بيكون اضويتك تبعات الصف شغالين. هاي الإشارة ايمت بنشوفها؟ هاي الإشارة بتفرجيك انه في عندك عندك ليفل كروسنج وسيل سبيد ليميت ساين. ثاني شوي ايه بتفرجيك هاي الاشاره، ثلاث اشارات اللي هن خطوط حمر على خلفيه بيضاء، معناتها في عندك ليفل كروسنج، يعني عندك ارنيت عبور قطار مع تقاطع قطار مع طريق السيارات. You're traveling on a motorway، ماشي على الطريق على الموتورواي. You must stop، يجب عليك ان تتوقف. When signal to do so، لما حدا بيأشر لك. Signal to do so يعني حدا اعطاك اشاره، من مين؟ Highway Agency Traffic Officer، يعني وكالة الهايويز يلي هو الطريق الأوتوستراد، وكالة الأوتوستراد Traffic Officer، وكالة السير على الأوتوستراد، شرطي وكالة السير على الأوتوستراد، هذا هو الترجمة. خلص شوف كلمة Officer، دور على كلمة Officer معناتها ضابط شرطي، بتوقف لما بيقول لك وقف. At a busy unmarked crossroad، قلنا unmarked crossroads، unmarked crossroads دائما لما بيقولوا لك crossroads تقاطع طرق، unmarked ما لهم حاطين لك خطوط، فما بتعرف انت الاولويه لك ولا الاولويه لغيرك، معناتها حيسالوك على الاولويه، priority الاولويه، none of the vehicles ما حدا عنده الاولويه ولا واحده من المركبات، none of the vehicles. You're going straight ahead، مكمل لقدام. At a roundabout، حكينا نفس السؤال، قلنا الراوندابات والدوار، وانت فايت على الراوندابات، عندك مفرق على اليسار، عندك مفرق بالنص، وعندك مفرق لقدامك، فشو بتعمل؟ بتفوت على الراوند اباوت، بتضلك ماشي، قبل ما تطلع من الراوند اباوت بتغمز على اليسار انك انت حتطلع من الراوند اباوت وبتكمل مستقيم. سيجنال ليفت افتر يو ليف ذا راوند اباوت، بعد ما تخرج من الدوار، لا، سيجنال ليفت جاست افتر يو باس ذا اكزيت بيفور ذا وان يو ويل تيك، تمام؟
يعني signal left عطي غماز على اليسار just after you pass the exit مباشرة بعد ما تتجاوز المخرج before the one you will take يلي قبل اللي بدك تطلع منه. لنفترض هاي نحن دوار وعندك من هون الطريق اللي انت فايت منه عندك أول مخرج تاني مخرج الثالث هو المستقيم اللي بدك تكمل فيه. فأنت أول ما جاوزت أول مخرج مالك مغمز مشان يعرفوا السيارات أنه أنت مالك رايح على اليسار، على الثاني ما غمزت، مجرد ما جاوزت الثاني هون بتغمز يسار مشان يعرفوا أنه هذا هو المخرج بدك تطلع منه. هلأ عطيتنا غماز معناته أنت من هذا بدك تطلع. signal left عطي الغماز على اليسار just after you pass the exit مباشرة بعد ما تتجاوز المخرج before the one you will take يلي قبل ما بدك قبل المخرج اللي أنت بدك تاخده. you may drive over a footpath مسمح لك حصرا تسوق سيارتك فوق رصيف فوت باث فوت للرجلين باث طريق يلي هو طريق مشاة او طريق رصيف حصرا بحاله وحده to get into a property انه بدك تفوت السياره تبعك على بيتك او انتوا بتشوفوا انتوا بالهاوسات الهاوسات بيكون في رصيف وفي عندك باب البيت وفي جوا قرنه للسياره ففي حصرا السياره هم مسمح لها تطلع على رصيف بس لتفوت للبروبرتي اللي هي الملكيه والشقه تمام او اللي هون شو معناتها ناشونال سبيد ليميتس. طب ناشونال سبيد ليميتس يعني هي حدود السرعه العاديه. هلا عم يطالبني وين سنجل كارج واي اللي هو كارج واي الطريق العادي بس سنجل ما له رايح وجاي بس باتجاه واحد. قلنا قديش بتكون السرعه بتكون 60 سنجل كارج واي تمام. طب ماشي شوفوا هون السؤال لاحظوا كمالت السؤال what is the maximum permitted speed for a car towing a trailer. لاحظوا towing a trailer يعني سيارة مع مقطورة يعني مركبة مقطورة وراها. طب هون لما بتكون مركبة مقطورة معها معناتها في شيء أبطأ ما لازم تمشي بنفس السرعة. فهون نحن دائما مننقصها بقديش مننقصها بعشرة. فلنفترض كان single carriageway single carriageway حكينا single carriageway طبعا شوفوا رد عيدوا الموتورواي السرعة تبعها القصوى هي 70 الله يعين بيجيب لامبورغيني سرعتها 300 ما بقدر استخدمها بس السرعه القصوى بالسنجل بالموتورواي هي 70 الدول كارجواي رايح جاي نفس الشيء كمان 70 بينما بصير سنجل يعني اتجاه واحد ماله رايح وجاي بتصير 60. هلا ضفنا عامل اخر شو هو انه في عندك مقطوره لما المقطوره نقص 10 من اي واحد من هدول فالمقطوره اذا قلنا سنجل كارجواي كانت 60 هي 60 نقصنا 10 صارت 50 اللي بعد منا قطرة ومقطورة وين عم يقول لك دول كارجواي دول كارجواي شو السرعة تبعه 70 وشفنا قطرة ومقطورة نقص 10 شو بتصير 60 متر زون. متر زون يعني في عداد متر مشان انت تدفع مصاري وهن ينبسطوا البلدية منك. ممنوع waiting restrictions ممنوع انك توقف يعني هون ايمات Monday to Friday بهي الأوقات وساتردي. متر زون معناتها في عداد في متر ماشي. You want to park بدك تصف and you see this sign شايف هيسا طبعا لما بتشوف هي وفيها أوقات مسمح لك تصف متر زون لأنه هي إنها تصفي ايمت بالأوقات المناسبة وين بتصف بالمكان المناسب فهي park in bay and pay يعني إذا شو on the days and times shown بالأوقات والتواريخ الظاهرة قدامك you should يجب عليك إنك تصف بالبي مكان الصف تبع السيارة and pay وتدفع يا حبيبي. You're driving along a road عم تسوق على طريق that has a cycle lane في على يسارك بتلاقي خطوط مقطعين للبسكليتات cycle lane أو مو مقطعين ممكن يكونوا مستمرين للبسكليت. The lane is marked by a solid white line. هلأ بقى في عندك خيارين أما الطريق تبع البسكليت الحدود تبعه solid white line اللي هو خط أبيض مستمر فهون أنت ما لازم تقطعه أبدا لأنه تعتبره خط منفصل عن خط السيارة تبعك ماشي. You must not drive in that line in that lane. ثاني شوي. This means that during its period of operation هذا معناته أنه أثناء periods of operation أوقات دوامه أوقات العمل تبع هذا السايكل لين أو طريق البسكليتات you must not drive in that lane ممنوع عليك أبدا بينما اللي بيكون خط بسكليتات مقطع بيقولوا لك أنه مو solid white line لك gap white line أو مصطلح تاني هلأ بيمرق معنا فيك انت اذا كنت مضطر دوبال عليك حدا من اليمين اضطريت انك هي فيك تصف فيه على اليسار او فيك
تمشي عليه لخط البسكليتات، بس إذا كنت حصرا مضطر. تمام. A cycle lane ممر للبسكليتات is marked by a solid white line، يعني محطوط له ضوء مضوء خط أبيض مستقيم وسوليد يعني ما له مقطع. You must not drive، ما لازم تسوق. Or park in it، ما لازم تصف جواته. During its periods of operation، طبعا بيكون محطوط عليه قيمة البسكليتات بيكون طريقة. During its period of operation، أثناء أوقات دوامه للطريق هذا. While driving، أثناء القيادة. You intend to turn left، بدك تلف على اليسار. On a minor road، بطريق فرعي. On the approach، لما بدك تقرب شو لازم تعمل؟ تلف تخليك على اليسار، خذ يسارك. تمام، بدك تلف على اليسار، خذ يسارك. Keep well to the left of the road، خليك بشكل جيد نحو اليسار من الطريق. شايفين هاي الإشارة؟ معناتها في عنا level crossing اللي هو تقاطع طريق قطار مع طريق سيارات، ماشي؟ وعم يقول لك the red warning lights continue، you are waiting at a level crossing، انت ناطر عند ال level crossing. و red warning lights لسه الأضوية الحمراء continue to flash، لساتهم عم يضووا يشعلوا يطفوا. after a train has passed by، بعد ما مر القطار. what should you do؟ تستنى أكيد، continue to wait، أكمل الانتظار. نفس القصة. come on and bell rings، what should you do؟ you are driving over a level crossing، انت عم تسوق عم تعبر فوق. over يعني عم تعبر فوقه. a level crossing يعني صرت انت عند السكة عم تعبر فوق السكة. the warning light comes on، come on يعني بلشت تضوي الأضوية. and a bell rings، بلش يعطيك شو زمور او جرس. what should you do؟ هلا طبعا انت عم تعبر فوق منه، اذا ما كنت متعطل بتكمل خلص انتهينا. keep going and clear the crossing يعني كمل لقدام وفضي الطريق، يعني فضي الطريق للقطار. بس في حال انت تعطلت هون الخيار اللي من get everyone out of the vehicle immediately، طالع الكل من السيارة بشكل مباشر. وفي عندك خيار تاني انه اذا في عندك وقت وتواصلت مع الشخص المسؤول عن القطار وقال لك تفوش السيارة فيك ترجع تتفشى، حكيناها بالفيديوهات السابقة. You're on a busy main road، انت على طريق رئيسي busy معجوق. and find that، تجد انه you are traveling in the wrong direction، اكتشفت لحظك الجميل انك انت مالك تتبع القوانين تبع هاي البلد بحذافيرة وطلع الطريق اللي انت ماشي فيه مو نفس الطريق اللي بدك تكمل فيه. what should you do؟ لحظك الجميل هم لو حاطين خيار انك تكمل، ففي خيارات لتصلح وضعك. شو هي؟ turn into a side road يعني لف على طريق جانبي. on the right على اليمين. and reverse ولف بالعكس into the main road يعني رجع انري على الطريق الرئيسي. لا هذا خيار كتير ممتاز. ممنوع ترجع انري من طريق فرعي على طريق رئيسي على الاطلاق ابدا. make a U-turn، تلف بنص الطريق. ممنوع تلف بنص الطريق. لكل الدرايفرز تبعاتنا، لكل اصدقائنا يلي بلفوا بنص الطريق لما بيكتشفوا هذا الشيء، بحب لكم انه هذا غير قانوني وانتم بتعرفوا. turn round in a side road، لف اعمل لك لفة إلى سايد رود طريق جانبي. ايه منطقي هذا الكلام، خلص انت لقيت الطريق اللي ماشي فيه ماشي بالغلط، لف بطريق جانبي، ضبط لفتك بالطريق الجانبي وخلص. You may remove your seat belt، مسمح لك تقيم الحزام تبع الأمان. قيمت حصرا بحالة واحدة لما انت بدك ترجع انريه وبدك طبعا انت يعني المدام دللتك وعملت لك الوجبات وكذا وكرشك كروشك واصل لوين وين، فما بتقدر انك تلف وتشوف لورا بدون ما هي. فان ريفرسينج، ان ريفرسينج وين كارين اوت مانوفر، لما بتقوم بمناوره ذات انفولفز تتضمن الريفرسينج ترجع اناريه فيك تفك حزام الامان. يو ماست نوت ريفرس، يجب عليك الا ترجع بالعكس. وين حكيناها؟ فور لونجر ذان نيسيسري. اما احد الخيارات from a minor road to side road to from a side road to main road، من طريق جانبي لطريق اساسي ممنوع انك تلف ترجع reverse an area. or for longer than necessary يعني الاطول من اللازم. شو يعني اطول من اللازم؟ يعني نفترض انك انت قررت ترجع من اول الشارع لاخره an area، ما بيصير هذا اطول من اللازم. لا بتلف وبترجع، ممنوع تلف اكثر من اللازم، ترجع an area اكثر من اللازم. when you're not sure، لما ما بتكون متاكد. it's safe to reverse، انه امن لتلف ترجع انريه. your vehicle you should، يعني مالك مأمن، شو لازم تعمل؟ get out and check، انزل طلع برا السيارة وتأكد. تمام. when may you reverse from a side road into a main road، ايمت مسمح لك تلف من طريق جانبي side road into a main road لطريق رئيسي على الاطلاق
not at any time ولا بوقت على الإطلاق. You want to turn right, بدك تلف على اليمين at a box junction, حكينا هذا الصندوق اللي بيكون لونه أصفر وبدك تلف على اليمين, تمام؟ There is oncoming traffic, حكينا إنه الصندوق الصفراء وبدك تلف على اليمين وفي سيارات جاية قدامك. You should, شو لازم تعمل؟ بتوقف بالبوكس بس ايمك تكون متأكد إنه الطريق اللي على اليمين wait in the box junction. إذا أنت بدك تلف على اليمين مسمح لك تنتظر بالبوكس هاد if your exit is clear, تمام؟ يعني لنفترض أنت شايف إنه الطريق على اليمين مفتوح فبتفوت أنت على البوكس على هذا الصندوق الأصفر وبتستنى السيارات اللي جاية لحتى تمرق أو لحتى يمرقوك وبتكمل. بس لنفترض الطريق على اليمين مسكر, أنت ما بتفوت لأنه بجميع الأحوال أنت فتت لتطلع من الصندوق لما كان الطريق قدامك مفتوح, تمام أو واضح. You're reversing, عم ترجع أناري. Your vehicle, بمركبتك, into a side road, نحو طريق جانبي. When would the greatest hazard to passing traffic occur? ايمت the greatest hazard, يعني الخطر الأكبر to passing traffic, لتجاوز المرور أو تجاوز السير occur, أو للسيارات المتجاوزة أو للسيارات الموجودة occur, يحدث. طبعاً لما تكون نص سيارتك بالطريق والنص الثاني برا, فهي when the front of your vehicle swings out, لما ببلش مقدمة سيارتك شو تطلع لبرا, تمام؟ تطلع لبرا انك انت عم تلف اناريه, فلما بتبرز مقدمة سيارتك swings out, هون بيكون اكبر خطر. ليش؟ للسيارات اللي عم تتجاوزك, لانه مقدمة سيارتك بتبرز بهي الحالة. Where the safest place to park, أأمن مكان لتصف سيارتك فيه. طبعا أأمن مكان دائما ايمت in a garage, بكراج, الله يطعمنا ويطعمكم. تاني أمام مكان بشو اسمه, بمكان صفة سيارات in a parking, secure parking space. تالت أمام مكان well-lit area, يعني بمكان مضاء بشكل جيد. هلا هون عم يسألونا you are driving in an urban clear way, بمكان urban سكني clear way, طريق واضح سكني, تمام؟ you must stop only to sit down and pick up a passenger. Urban clear way يعني مكان clear way, مكان سكني وحصرا بس clear way يعني انه ما بصير توقف, او clear way انه خلي الطريق clear يعني فاضي. You must stop only, حصرا بتوقف ايمت؟ لما sit down and pick up passengers, يعني بدك تنزل او تطالع ركاب, تمام؟ You're looking for somewhere to park your vehicle, عم تدور على مكان لتصف سيارتك او مركبتك. The area is full, يعني المكان مليان, full, except, ما عدا, spaces marked, أماكن مكتوب عليها أو معلمة ب disabled use, يلي هن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حصراً, تمام؟ فشو ساعتها؟ إذا أنت حضرتك disabled, الله يعافيك, فيك تصف. أما إذا مالك disabled, ما فيك تصف, تمام؟ Not park there, ما تصف هنيك, unless permitted, إلا إذا أنت مسمح لك. طبعا اذا مسمح لك بيكون في معك بادج او شو اسمه, شاره زرقاء, ساعتها انت مسمح لك انك تصف, بيشوفوا انه في عند هذه السياره شاره زرقاء. Your vehicle, مركبتك is parked صافي on the road at night, بالطريق بالليل. When must you use side lights, ايمت لازم تستخدم الاضويه الجانبيه؟ طبعا حكينا اضويه الصفه اذا بتستخدمها وانت صافف, ايمت؟ بحال عم تصف بطريق سرعته اكثر من 30 مايلز بير اور, معناتها في سيارات عم تجي بسرعة كبيرة, لازم تنتبه لهم وتنبههم. Where the speed limit exceeds 30 miles per hour, لما تكون حدود السرعة متجاوزة ل 30 miles per hour. You are on a road, انت على طريق, that is only wide enough for one vehicle, حصرا عريض, wide enough for يعني عريض كافي لي one vehicle, مركبة واحدة. There is a car, يوجد سيارة, coming towards, جاية بالمقابل باتجاهك, towards you, باتجاهك. You should, what should you do, تمام؟ الطريق عريض بكفي لسيارة واحدة وفي سيارة جاية, شو بتعمل انت؟ بتلف, بتصف على اليسار شوي بحيث تمرق اللي قدامك وبعدين بتطلع. Pull into a passing place, تصف على مكان بيسمح له passing place, يعني يسمح له بالمرور on your left, على اليسار تبعك, تمام؟ You're driving at night, عم تسوق بالليل, with full beam headlights on, يعني اضويتك الأمامية كلها تشغالة full beam, يعني عالي والواطي وكل شيء. A vehicle is overtaking you, يعني مشغل العالي والواطي والطريق قدامك
وفجأة مركبة تجاوزتك. هلا لما صارت المركبة قدامك وانت مشغل العالي بتعميهم قدامك، فشو لازم تعمل؟ You should dip your lights، يعني تطفي العالي وتخلي الضوء التحتاني. As soon as the vehicle passes you، بمجرد ما لقيت المركبة تجاوزتك انت هون بتطفي، مو قبل ما تتجاوزك، لا، انت قبل ما تتجاوزك خلي الطريق قدامك مضوى. بعد ما تجاوزتك مباشرة، As soon as the vehicle passes you، بمجرد أن تتجاوزك المركبة. هلأ هون قلنا هذا طريق بسكليتات وباصات بنفس الطريق، مع نفس الطريق، أحيانا بيكون معاكس، بس قيمت الباصات طريقة من التنين للجمعة بهي الأوقات. فخارج هاي الأوقات فيك تسوق أنت جوا. عم يسألوك when may you drive، قيمت مسمح لك تسوق a motor car، سيارة ذات محرك، in the bus lane، بمكان مرور الباصات. Outside its hours of operation، outside يعني خارج، its hours of operation أوقات الدوام. Signals أو الإشارات، الغمازات، are normally giving، الأضوية تبع السيارة اللي هن العلامات عادة يتم إعطاؤهم by directions indicators، بالغمازات direction indicators يلي هن الإنديكيت يعني يوضح، موضحات الاتجاه يلي هن غمازات عمليا. And شغلة تانية، شو هن السيجنال؟ يعني إشارة. شو الشغلة التانية اللي بتعطي إشارة بالضوء؟ البريك لايتس، أضوية الفرام، لأن لما بتكبس أنت الفرام بضوي أحمر لورا، فبيعطيهم انتباه إنه شو أنا عم موقف سرعتي أو عم هديها. تمام؟ You are parked in a busy high street، صافف بطريق شو اسمه معجوق، high street. What's the safest way to turn your vehicle around so you can go the opposite way؟ شو هي أأمن طريقة لحتى تلف المركبة تبعك مشان تقدر تروح بالاتجاه المعاكس، opposite way، بالاتجاه المعاكس؟ طبعا قلنا انك بتفوت على طريق جانبي بتلف جواته بالهدى وبتمشي. تمام؟ drive into a side road، يعني سوق السيارة into a side road نحو طريق جانبي، and reverse، ورجع لا طبعا مو رجع انا ريه باتجاه الطريق الرئيسي، هي اكبر غلط. تمام؟ find a quiet side road، يعني جد طريق جانبي هادي، and to turn round in، وتسوق وتلف جواته، مو ترجع انا ريه باتجاه الطريق الرئيسي، انتبهوا له. to help keep your vehicle secure at night، لتتاكد انه لتساعد انه تخلي المركبه تبعك امنه اثناء الليل، شو لازم تعمل؟ تصفى in a well lit area، بقرنة مضاءة بشكل جيد، إذا كان في خيار بكراج كتر خيرهم. طبعا شوفوا هاي الإشارة من دون ما أقرأ السؤال بعرف شو لازم تعمل. أنت إذا كان هذا ماشي وقدامك هاي، لازم بالهدى بالوقت المناسب تروح باتجاه اليسار، move to the left in good time، تنتقل نحو اليسار بوقت جيد، يعني قبل بمنيح. تمام؟ You're driving on a road، عم تسوق على طريق that has a cycle lane، في طريق بسكليتات، في خط للبسكليتات. The lane، الخط تبع البسكليتات، is marked، معلم، by a broken white line، بخط أبيض بس ما له solid، يعني ما له مستمر، هون broken، مقطع. فشو معناتها؟ This means that you should not drive in the lane، ما لازم تسوق بخط البسكليتات unless it's unavoidable، يعني إلا وأنت مضطر، يعني حصرا وأنت مضطر إيه بتسوق معلش. وفيك تصف كمان، you should not park، ما لازم تصف in the lane بتبع السيارات unless it's unavoidable. unavoidable يعني لا يمكن تجنبه. تمام؟ يعني unless it's unavoidable، حصرا بحالة انك ما بتقدر تتجنب هذا الشيء. طبعا ايه، لانه الخط ليش broken white line، مكسر، ففيك انت تصف اذا كنت مضطر، وفيك انك انت تمشي عليه اذا كنت مضطر. disabled يعني اشخاص ذوي اعاقة. عم يقول لك What must you have؟ شو الشيء اللي يتوجب عليك إنه يكون معك لحتى تصف بهاي المكان؟ A blue badge، يعني شو شو اسمه البادج اللي هي مثل العلامة الزرقاء إنه هذا الشخص صاحب هاي الفيكل، صاحب المركبة معه إعاقة. On which three، بأي ثلاثة occasions، حالات، must you stop your vehicle، يجب عليك أن توقف سيارتك، إشارة حمراء. تمام؟ بوليس، ترافيك اوفيسر، حكيناها، بوليس لما بيأشروا لك البوليس او ترافيك اوفيسر. تمام؟ when in an incident where damage or injury is caused، يعني نفترض صار في حادث لا سمح الله وصار في اذيه وانت كنت ضمن هذا الشيء، فانت يتوجب عليك بالقانون انك توقف.
إذا رحت بعاقبك عليها القانون وأعترض ترافيك لايت إشارة المرور الحمراء وخلصنا اليوم. يعطيكم العافية.